اللهم آمين، جزاكم الله خير. أنتقل إلى سؤال آخر حفظكم الله. المرسل أبو بدر من تبوك يقول: سؤالي، هل زكاة مالي تجوز أن أعطيها أختي المتوفى زوجها وعندها مجموعة أولاد جزاكم الله خير الجزاء؟ إذا كان عندها أولاد، خصوصا عندها ذكور من الأولاد وهي فقيرة، فهي أحق بزكاتك من غيرها، لأن الصدقة على القريب المحتاج بأجرين: أجر الصدقة وأجر الصلة. نعم.